وينضم إلينا مباشرة من مدينة كازان الروسية موفد التلفزيون المصري علاء رشوان. علاء، ضعني في صورة قمة بريكس والمشاركة المصرية فيها. انتهت كل الاستعدادات التي تجريها موسكو لاستضافة هذا الحدث الهام الذي وصفه نائب وزير الخارجية الروسي بأنه أكبر حدث سياسي في العشرين عام الماضية. تستضيفه موسكو على مستوى تمثيل أكثر من 83 رئيس دولة ورئيس حكومة يشارك وتشارك بلاده في هذه القمة السنوية لتجمع دول البريكس. كما هو معروف، الدول المؤسسة لهذا التجمع هي روسيا، الصين، الهند، البرازيل، جنوب افريقيا. وفي مطلع هذا العام اعلن عن انضمام كل من مصر، المملكه العربيه السعوديه، دوله الامارات، ايران، واثيوبيا لهذا التجمع ليصبح عدد اعضائه 10 اعضاء. هناك طلبات من اكثر من 32 دوله تقدمت بالفعل الى التجمع للانضمام لهذا التجمع الاقتصادي الهام الذي حقق خلال السنوات القليله الماضيه طفرات متلاحقه على صعيد التعاون الاقتصادي بين دوله. ربما ابرز هذه الخطوات تأسيس بنك التنمية الجديد برأس مال 50 مليار دولار، وأيضا تأسيس صندوق الطوارئ برأس مال 100 مليار دولار. عدد كبير من الموضوعات والقضايا سوف تكون مطروحة على أجندة عمل هذه القمة خلال انعقادها على مدار يومين، غد وبعد غد، بمشاركة أكثر من 32 رئيس دولة وحكومة. من بين هذه التحديات التطورات الإقليمية الراهنة التي باتت تضفي بظلال السلبية على حالة الأمن والاستقرار، وبالتالي على حركة الاقتصاد العالمي، أو على الأقل حركة الاقتصاد بالنسبة للدول الأعضاء في هذا التجمع، بالإضافة إلى عدد من القضايا التي تتعلق بتسريع وتيرة التعزيز وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول التجمع، خاصة فيما يتعلق بمجالات الطاقة الجديدة والنظيفة، وأيضا مجالات توطين التكنولوجيا، وتسريع وتيرة عمليات التنمية المستدامة على الأصعدة مثل الصعيد الصحة والتعليم والبنية التحتية وغيرها. نعم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يأتي هذه القمة لأول مرة بصفة رسمية بعد انضمام مصر لهذا التجمع مطلع العام الجاري، ومن المنتظر أن يلقي سيادته كلمة مصر الهامة خلال اجتماعات هذه القمة، والتي يستعرض خلالها محاور رؤية النظر المصرية حيال الكثير من التطورات الراهنة في الشرق الأوسط والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي مع الدول الإقليمية الفاعلة على الصعيد الاقتصادي، وفي مقدمتها دول تجمع البريكس. في المقابل، هناك عدد من اللقاءات الثنائية التي سوف يجريها السيد الرئيس مع عدد من رؤساء الدول والقادة، وأيضا رؤساء المنظمات المعنية الصديقة لتجمع بريكس على هامش الاجتماع الذي سوف يجريه السيد الرئيس غدا بحضوره الجلسة الافتتاحية. هناك لقاءات ثنائية كما أشرنا، من أبرزها لقاء سوف يجمع سيادته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمن سلسلة متواصلة من اللقاءات التي تجمع الزعيمين، تعمل على تعزيز أطر التعاون وأيضا التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى لقاءات أخرى مع عدد آخر من الزعماء المشاركين في هذه القمة أو على مستوى متعدد الأطراف. لقاءات تجمع سيادته مع ممثلين ورؤساء لهيئات ومنظمات دولية إقليمية تعمل في المجال الاقتصادي بشكل خاص. هذا التجمع في عجالة حقق كما أشرنا طفرات متلاحقة. يكفي الإشارة إلى آخر تقرير لصندوق النقد، البنك الدولي عفوا، الذي أشار إلى أن حجم الناتج المحلي للدول الأعضاء في بريكس مجتمعة يناهز 31.5% من حجم الناتج الاقتصادي العالمي، متخطيا بذلك حجم الناتج الخاص بالدول الصناعية السبع الكبرى G7، بما يؤشر على أهمية هذا التجمع والخطوات التي اتخذها مؤخرا لتسريع عمليات التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، وأيضا مد جسور من التعاون مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية الأخرى، بما يعزز إيصال صوت الدول النامية وصوت الجنوب تحديدا، وإنهاء القطبية العالمية فيما يتعلق بالناحية الاقتصادية، وخلق فرص لتسارع عمليات التنمية المستدامة في الدول الأعضاء والدول النامية بشكل عام، أو الدول التي تطمح في الانضمام إلى عضوية هذا التجمع. قمة هامة للغاية،
تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي تعصف بمناطق متفرقة من العالم. نعم. وأيضا تكتسب أهمية خاصة لمصر بصفتها عضو جديد منضم للتجمع، تهدف من خلال هذه العضوية مصر لمد أصول أواصر التعاون مع المنظمات الإقليمية والتجمعات الاقتصادية تحديدا، بما يضمن إتاحة المزيد من فرص للتعاون على مجال أو في مجالات الاستثمارات المتبادلة، التجارة البينية وغيرها من الأصعدة، خاصة على الصعيد الاقتصادي كما أشرنا. نعم نعم، من مدينة كازان الروسية موفد التلفزيون المصري علاء رشوان، جزيل الشكر بالطبع سنوالي متابعتنا الإخبارية معك على مدار أيام انعقاد قمة بريكس.